الحادث اللي حصل اللي موجود اللي احنا بنتكلم بقالنا كتير قوي. وكالعادة بعد اي حادث من حادث القطارات الشهيرة بنقعد نشوف المزلقانات ونشوف ونشوف. طبعا كل البرامج اتكلمت عن الحادث وبدأت تتكلم عنه، وحاجة بصراحة مأساوية. انا سؤال بس حابب افهمه، هل احنا بقى وما عندناش تكنولوجي نبدأ نطور بيها السكة الحديد؟ هل ما عندناش تليفونات نستعملها بدل التليفونات اللي بيتكلموا بينهم وبين بعض اللي ساعات ما بتبقاش شغالة، اللي هو بيبقى عامل التحويلة مع المزلقان مع القطر؟ ولا أصلا سواق القطر ممكن ما يكونش سامع، مع ان سواق القطر معاه موبايل، بدليل ان في فيديو حضراتكم هتشوفوه دلوقتي اشتهر جدا على السوشيال ميديا، معاه موبايل وبيصور سيلفي وبيسمع مزيكا وهو سايق القطر، والله اعلم هو كان بيشرب ايه ساعتها كمان. والدنيا جميلة ومش ماشي بقطر، في ناس وفي مسؤولية ارواح ناس وفي